بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتية. عيان الشخير ده عيان كل الأنف والأذن. أنا ببقى عارف إن العيان ده هيخش يقول لي أنا عندي مشكلة شخير وعندي مشكلة توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. أهلا بيك في عالم الجيوب الأنفية. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم واحدة من حلقتنا المهمة للغاية. الحاجز الأنفي وطبعا الشخير وصعوبة التنفس، الحاجز الأنفي يبقى منطقة مهمة جدا جدا جدا. غضاريف الأنف تبقى منطقة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ الناس ما تعرفش عنها حاجات كتير، والناس بتخاف تصلحها لو في عيوب. وفي مصرنا الحبيبة عيوب الحاجز الأنفي كتيرة جدا. هل احنا اكتر من ناس من الغرب مثلا؟ اعتقد كمان مشاكل واعراض ومصاعب الحاجز الأنفي غريبة وكتير. يعني تلاقي نقص اكسجين داخل ففي صداع مزمن، فيه طبعا الصوت متغير، انفلونزا بتتكرر، الشخير طبعا، تلاقي بقى التهابات كمان تصل للأذن، تبص تلاقي الحاجز الأنفي ملتهب ومشاكل توصل للمشاكل للأذن الوسطى فتلاقي فيه دوخة. شوف الترابط، تلاقي انه في الأنف من بره شكلها مش عاجب المريض. جراحين التجميل لما بيعملوا جراحة الأنف بيخافوا جدا من ان هم يسيئوا للغضاريف والحاجز الانفي، لان ده ممكن يكلف العيان وما يعرفش يتنفس كويس. هنا القصه المثيره بقى، عشان كده النهارده احنا عندنا قصه مهمه جدا جدا وتنبهوا ليها، لانها الاول مره تتعرض بشكل تفصيلي ده بشكل ده. النهارده اسمحوا لي نرحب بضيفين عزيزين، طبعا ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، طبعا استشاري وصاحب الدكتوراه في الانف والاذن والحنجره، ودكتوراه واستشاري العلاج بالليزر من جامعه القاهره، وزماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم والجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. نورتنا دكتور هشام، ويعني دايما بتطرح مواضيع في منتهى الاهميه، النهارده موضوع مهم. اهلا بك يا استاذ، يا دكتور ايمن، ويعني وشكرا على المقدمه المهمه جدا الخاصه بالغضاريف والحاجز الانفي. طبعا عجبتك حته ان الحاجز الانفي بيسمع في الاذن الوسطى. طبعا ده يعني انا لمحت كده ان انت بتسمع. اسمعني نرحب بضيفك وضيفي يعني النهارده بينورنا الاستاذ عمرو سيد. استاذ عمرو سيد يعني واحد من المطورين العقاريين. اهلا بيك يا استاذ عمرو، ومنور يعني الناس الحلوه. ماشي يا دكتور ايمن، ليكم. استفدنا منك قبل الحلقه في العقارات، لكن هنستفيد منك. استاذ عمرو طبعا له قصه صحيه مهمه جدا، واحنا ملتزمين جدا على فكره، واحنا لما بنكون في اي حاله لازم الحاله طبعا تحكي كلامها والى اخره، وبيبقى ده تعبير عن النقل المباشر لمعاناه المرضى او معاناه مريض معين مع حاله مرضيه معينه، بنسمع الخبره منه. لكن هبدا الاول عند دكتور هشام، ايه القصه؟ ايه القصه بتاعت استاذ عمرو، او قصه بتاعت الحلقه النهارده؟ الحقيقه قصه الحلقه النهارده، احنا متعودين دايما ان احنا بنجيب عيان الشخير دايما الحلق عنده فيه مشكله، سواء كان تضخم في اللوز، سواء كان ترهل في سقف الحلق والهاه والعضلات بتاعت الحلق. فدايما تقريبا كل الحلقات اللي احنا شفناها على مدار 15 حلقه مثلا العينين كده. النهارده الحقيقه انا بقول ان مش كل عيانين الشخير المشكله في الحلق. الاستاذ عمرو الحقيقه عامل عمليه اللوز من وهو صغير جدا، عنده مشكله سده في النفس، عنده مشكله صداع، عنده مشكله شخير. انا مش عايز اتكلم على الاعراض اللي هو بيقولها، اللي عنده هو يقولها احسن مني 100 مره، ولكن مشاكل وتطور الحاله لمشاكل القلب، مشاكل الضغط، مشاكل السكر،
انا النهارده ما كانش فاجئني ان بيقول لي انا هقول لك على حاجات ما كنتش قلتها لك قبل العمليه واول ما جالي. قال لي انا ما كنتش بعرف انام، ما كنتش بعرف انام خالص وهو قبل العمليه. النهاردة هنتكلم كمان على نقطة مهمة جدا، غضاريف الأنف. غضاريف الأنف اللي هي الحقيقة زي ما يقولوا كده حاجة منسية جوه الأنف، والناس كمان بتقول أنا عندي مشكلة غضاريف وشلت الغضاريف بكل سهولة. النهاردة هنتكلم على معنى كلمة غضاريف الأنف، أهمية غضاريف الأنف، وإزاي إن الواحد كمان ما يستسهلش شيل الغضاريف. فتحب حضرتك نبدا بايه بقى في كل اللي انا قلته بقى ده؟ انا عايز نبدا الاول بالحاجز الانفي. ايه قصه الحاجز الانفي؟ ايه غضاريف الانف؟ الحاجز الانفي ده هو الـ 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 الغضروف اللي بيقسم الانف لنصين، دخول وخروج الهواء لازم يبقى منتظم في الانف، عشان هو ده اللي بيملى الهواء جوه الجيب الانفي. والجيوب الانفيه الحقيقه يعني مظلومه معانا، ان لو الجيب الانفي ده انا زي ما بيقول شخص كان رفع قضية على 90 مليون مواطن في مصر، لأن هما بيقولوا إن عندنا حاجز أنفي، عندنا التهابات في الجيوب الأنفية. وللأسف ما بيتهموا الجيوب الأنفية إن عندهم الجيوب الأنفية، وده الحقيقة اتهام يعني فيك باطل. المشكلة بتبقى في الأنف ودخول الهواء فيها ولخبطة الهواء فيها بسبب الحاجز أو بسبب الغضاريف أو بسبب أي شيء تاني يعني. الحاجز الأنفي زي ما قلنا دخول وخروج الهواء بطريقة منتظمة، الدنيا كويسة جدا، لكن وانس اللحظة اللي بيبتدي فيها اختلاف في دخول الهواء اعرف ان الدنيا لخبطت في كل مجرى التنفس، من أول الأنف، من أول الجيوب الأنفية ابتدت تتلخبط، ابتدى الودان اللي حضرتك قلت عليها بمية ورا الطبلة، بالسمع، بالأوتوفني اللي دايما العين يقولك أنا حاسس إن الكلام بيطلع من وداني، بالصداع، بالبلغم، بالريحة الوحشة، بالنفس، بالبلغم، بمعدته. عملية الحاجز الأنفي بتصلح المعدة، بتصلح البلغم اللي بينزل في المعدة ويعمل لها مشاكل، بتصلح المنتاليتي بتاعت العيان، بتخليه، خلينا نتكلم كلام دارج، يقول لك أنا دماغي اتوزنت، أكسجين دخل، أكسجين دخل، يقول لك أنا بقيت مبسوط، أنا حسيت إن الهواء دخل جوه دماغي وجوه جسمي. حالته النفسية بتتحسن، خلاص بقى شخص طبيعي وهو بيدخل. الحاجز الأنفي الحقيقة مهم وعملياته مهمة جدا جدا جدا، عشان كده النهاردة الأستاذ عمرو الحقيقة كان عنده مشكلة حاجز أنفي، خاف يعملها من زمان فعملت له مشاكل أكتر من كده، كتمة نفس، مشاكل شخير، مشاكل لها. إيه تاني أكتر من كده؟ أستاذ عمرو يعني حكيتي بدأت إيه اللي بدأ وإيه؟ حكينا، أنا سايبك براحتك تحكي لنا كده القصة مش لا هو بص حضرتك، انا من سنتين كده اكتشفت ان عندي مشكله في القلب، وبعدين هم ما عرفوش ايه سبب ضعف عضله القلب، و وكان عندي مشكله في النفس، وانا ما كنتش معتقد ان المشكله في النفس هي اللي مؤثره في القلب. فروحت بالصدفه كده عملت تشيك، قالوا لي انت عندك مشكله في القلب، و فبقيت بعاني بعديها تاني بعد ما اتحسنت العضله شويه صغيرين من مشكله ان انا ما بعرفش انام. لما اجي انام نفسي اتكتم وانا نايم او مصحي على طول، مش مساله الشخير والصوت بس، مساله ان انا مش عارف اتنفس اصلا. فاقضي معظم الليل نايم على الكرسي قاعد، ما ينفعش ان انا انام على السرير يعني، نتيجه الخناقات اللي اتكررت كتير. دورت في القصه فلقيت في الجراحات العاديه دي كانت صعبه جدا الحقيقه يعني بالنسبه لي. اللي هي جراحات الحاجز الانفي؟ يعني عملت تشيك كده باشعه وبتاع، فقال لي انت عندك مشكله في الحاجز الانفي، بس ما قاليش كل التشخيص اللي انا شفته في المنظار عند الدكتور هشام الحقيقه يعني. فما يعني الحقيقه قلقت وما دورت، لقيت ان العمليات دي بتعمل في امريكا برقم وهمي $10,000 وحاجات كده يعني، حاجه كده وهميه غير السفر والقصه، فهتبقى صعبه جدا يعني. فواحد صديقي الحقيقه عرفني على الدكتور هشام، يعني عمل عنده العمليه وقال لي ان هو بيشتغل بتكنولوجي حديثه والدنيا تبقى احسن وكده، فروحت له عملت كشف، فقال لي انت عندك مشاكل كتير، وعملنا منظار عشان نتاكد ان فعلا في التصاق في الانف من جوه، وفي مشاكل في الحلق من جوه، وفي شويه مشاكل كانت كتيره الحقيقه جدا يعني. حتى انا اتصدمت، فخدت قرار العمليه وانا قاعد. عملت العمليه عند الدكتور شام يعني الحقيقه ربنا يكرمه يعني الحقيقه. احنا بعد ساعه قاعدين بنصور ونهزر وبناكل ايس كريم عادي، والدنيا من بعد ساعه من العمليه مفيش اي مشكله خالص. اليومين الاولين شويه بيبقوا طبعا متعبين عشان الفتيل دول، ده العادي بتاع اي حاجه، بس حتى هم ما كملوش يومين يعني، اقل من 48 ساعه شلت الحاجز بقى، شلت الفتيل ده، وكانت المفاجاه ان الهواء الحقيقه يعني بقى شبه مرعب لداخل وخارج يعني، تحس ان الدنيا فعلا رهيبه. طبعا بيحصل التهابات وحاجات،
فلما استنشق في الحوض تلاقي يعني حاجات في حدود السنتي بتنزل، يعني المجرى ما شاء الله يعني بقى واسع بشكل يعني يخض، يعني حسيت انه مش طايق ولا حاجه كده، في حاجه حصلت مش مظبوطه يعني. يومين ثلاثه والدنيا هديت خالص في الحل، بس لسه طبعا يعني التهاب بسيط كده، لكن الدنيا النفس بقى النوم، كنت مثلا في اليوم وانا نايم مينيمم 5-6 مرات اصحى. انا دلوقتي ممكن اخد اليوم كله بالليل شوت واحد او بكتير في قطعه واحده بس مش من النفس، من السكر يعني. لكن بتروح حمام؟ النفس الحقيقه ما شاء الله الله اكبر، يعني يعني حاجه بصراحه نصيحه لكل واحد ما يقصرش في حق نفسه كده. كان عندي مشكله في الغضروف في الحاجز، صلحه الدكتور هشام ربنا يكرمه، كان عندي ترهل في سقف الحلق وفي شويه زوايد كده شالهم برضو. الدنيا الحقيقه بقت مختلفه تماما تماما فعلا حقيقي، يعني لا مجامله ولا حاجه. معطل وقتي وجاي عشان هو، انا ممتن له الحقيقه، بقول على الهواء انا ممتن له الحقيقه يعني. من احنا اللي نشكرك ان انت جيت ونورتنا جدا وقبلت ان انت تسجل معانا، يعني ده شيء يعني. وانت راجل يعني عندك مشغوليات يعني ما شاء الله يعني. عايز اتكلم على الحاله سبيسيفيك، يعني ايه اللي كان موجود فيه؟ والحقيقه الاستاذ عمرو لما جه وبعدين هو بيقول كلام حلو قوي في حته تهول الهواء، لكن تهول الهواء غريب. ده دي الحقيقه دي نتيجه بسمعها من كل عينين اللي بيعملوا عمليه الحاجز الانفي، لما بتشخص مظبوط وبتتعمل بفضل ربنا العمليه مظبوط. الحقيقه الاستاذ عمرو كان جاي لي مع صديق لي، الحقيقه انا قلت له انت ربنا كرمك، قلت للاستاذ عمرو ربنا كرمك بصديقك اللي هو جابك معاه وهتعمل عمليه، لان انت الحقيقه محتاج العمليه اكتر منه. انا بقولها له قدامه، وانا قلتها له قبل يعني واحنا قاعدين. الاستاذ عمرو المناخيره كانت الحاجز مقفول قفله جامده جدا ليه، سد مناخيره تماما. كان عنده تضخم في غضاريف الانف شيء كبير جدا، وده على فيك على فكره غضروف الانف حاجه الناس مش مديالها الاهميه بتاعتها. غضروف الانف يا دكتور ايمن ده هو الرادياتير، سميه الكولدير بتاع الانف، بيعمل عمليه ترطيب للانف، بيعمل عمليه تنظيم لدخول الهواء في الانف. تخيل حضرتك ان هذا الغضروف هو اللي بينظم دخول وخروج الهواء لغايه ما توصل لغايه الرئه. الكلام ده ابحاث، ما احناش بنتكلم كده يعني من الهواء. الغضروف ده حضرتك لما بيكبر سكندري للحاجز الانفي لما يتعود، يعني عوجه الحاجز الانفي بتضطر الغضروف ان هو يتضخم نتيجه دخول وخروج الهواء مش مظبوط، فيبتدي الغضروف ده يتضخم. الغضروف ده لما يتضخم بيزيد السده بتاعه الانف، فكتير جدا من العينين يجي يقولوا لي احنا رحنا عملنا عمليه الغضروف لكن ما تحسناش. طبعا ما تحسنتش، لان انت ما شلتش السبب الاساسي، ما عالجتش السبب الاساسي. فاحنا دايما احنا بنعالج، ما احناش بنعمل حاجه تمبرري او حاجه مؤقته. لكن انا لما شفت لقيت طبعا ان الحاجز الانفي معوج عوجه سيئه جدا والغضروف متضخم، فاحنا عملنا له الغضروف كمان بريديو فريكونسي، قللنا حجمه. ويمكن لو في العمليه احنا مصورينها وجايبينها. ايه تقنيه الراديو فريكونسي؟ الراديو فريكونسي ده حاجه تقنيه بنشتغل بيها بحاجه اسمها ابليشن للسيلز اللي موجوده جوه اي تيشو. فهو اولا بنشتغل بيه لان هو ليه بروبس كتير جدا، وكل بروب ليه بنستخدمه في حاجه محدده. يعني في مثلا في بروب، لو في بروب يعني يد عشان المشاهدين برضو يقدروا يتابعوا معانا، في يد مخصوصه ليه بسن محدد ليه، دي عمليه دي الكوبليشن اللي بنعمل بيها كويس جدا اللي احنا جبناها برضو. ده الكوبليشن والاستئصال او تجميل السقف الحل قدامنا على الفيديو. لكن بالنسبة للراديو فريكونسي واستئصال غضاريف الأنف دي ببروب معين بندخل بيه بنعمل تصغير أو استئصال للجزء بتاع الغضروف بتاع الأنف. العملية بتعمل على فكرة لو الأستاذ عمرو ما كانش عنده حاجز أنفي كنا عملناها له بنج موضعي. بندي بنج موضعي والعين في 5 دقايق بيعمل العملية وبيقوم يروح على طول، مفيش أي مشكلة خالص. فطبعا كل جزء في العملية
بنعمله ده الصوره بتاعتنا، ده شكل اللي تخيل حضرتك دي اليوفيلا، تخيل اليوفيلا اللي هي قبل العمليه، شايف حضرتك تقول ايه؟ اللهاء 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 دي طبعا لما حد بيفتح بقه بيلاقيها صغيره الى حد ما او طويله، ده الشكل الطبيعي بتاعها لو الواحد نايم بتبقى ريلاكسد وبتبقى بالمنظر ده. شوف حضرتك لما انا بشدها بتبقى طول ايه؟ الشكل الصوره اللي على يمنا ده بعد العمليه، بعد ما عملناها بالكوبليشن بتظهر بتبقى تقريبا بترجع للحجم الطبيعي بتاعها. دي جزء من العمليه، دي جزء من العمليه. دي جزء من العمليه. العمليه اللي اتعملت قلنا الحاجز الانفي بالمنظار والغضاريف بالراديو فريكوانسي وبالكوبليشن عملنا سقف الحلق واللهاء. استاذ عمرو قبل ما نمشي بقى، يعني ده شيء مهم، يعني ايه اللي حصل بعد العمليه، بعد ما عملت العمليه ايه التغيرات؟ انت قلت لي شويه تغيرات كده ان انت بتنام، ايه تاني؟ لا ما هي انت بتنام عشان انا كنت بقوم مرعوب من النوم من الخنقه اصلا. يعني انت لما يجيلك خنقه وانت نايم نفس بيقف وانت نايم، فبتقوم انت مرعوب اصلا، بيبقى يعني حتى انت بتحس ان انت هتموت بقى والدنيا يعني مختلفه. لا دي فرق الهواء، فرق رهيب يا دكتور، يعني فرق الهواء اللي داخل عندك دلوقتي مختلف تماما عن اللي انت كنت فيه. يعني حاجه تحس ان انت بقيت في دنيا تانية وشخص تاني مختلف، كمية الهواء مختلفة، الدنيا مختلفة، الالتهاب اللي كان بيحصل في ظهوري كل شوية قل طبعا، لأن كنت بنام بفتح بقي فباخد هواء من بقي وأنا نايم، فعلى طول عندي احتقان وعلى طول الحلق ملتهب. دلوقتي الدنيا هديت والنوم أسهل والدنيا بقت جميلة، الدنيا بقت مختلفة الأكتيفتي النشاط بتاعك أفضل؟ أفضل بكتير النشاط بكتير، لأن أنا أساسا نتيجة إن أنا ما كنتش بنام بالليل كويس، فكان بيحصل إيه؟ إن أنا بالنهار بنام وأنا قاعد انا ما نمتش كويس، فبنام على نفسي وانا قاعد، يعني وانس ان انا سبت اي حاجه من ايدي ما بشتغلش بنام. فدلوقتي الدنيا اختلفت خالص، يعني خالص يعني حقيقة. احنا سعداء بزيارتك النهارده جدا ومبسوط بس حضرتك وذوقك جدا يعني. بالعكس انا كده، واتمنى ان انت شرفنا كتير نتكلم بقى في حاجات خاصه لا خاصه في شغلك. ضيفي الاعزاء الاستاذ الدكتور هشام بريم نورتنا وشرفتنا، استاذ عمرو سيد نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا لوجودكم معانا النهارده. خليكم دايما مع الناس الحلوه. في فارق كبير بين ضعف الرغبه الجنسيه وبين عدم القدره الجنسيه او ضعف القدره الجنسيه. الاستمراريه في الضعف الجنسي او التقدم في المشكله، المشكله موجوده باستمرار ام هي متزايده ام متقطعه بتيجي وتروح على فترات؟ فالسكر بيعمل كذا مشكله، فاذا خماسي ضعف الجنسي اولهم السكر، ثانيهم ارتفاع ضغط الدم، بعد كده بنعمل فحص مهم جدا اسمه البينايل دوبلكس او فحص شرايين العضو الذكري، نقدر نشوف الدم اللي داخل العضو الذكري كويس، في تسرب او مفيش تسرب، نقدر نقيس قدره الاعصاب الطرفيه فيها مشكله ولا لا.